طيب وبلكي ما اجت؟ اذا ما اجت ما بعرف شو حيصير. اكيد بيكون حدا مخبرها، بجوز تكون دريانه اني اجيت لهون. عم فكر ضلني ناطر لانه اكيد رح تجي تاخذ اغراضها. صح ما عندها اغراض كتير بالغرفه، بس احتمال تجي مشانهم، ويمكن ما تجي ما بعرف، بس حاستنى. طيب ماشي. صحيت اتصلت بمؤيد؟ لا ما اتصلت، بكره بتصل، مالي فاضي اشغل راسي بمشاكله هلا. ماشي. طيب يلا تصبحي على خير. وانت بخير. عفوا صار لازم نسكر. شكلك ما عندك بيت. إذا بدك استنيني لخلص شغل نقعدنا بشي محل ومنشرب بيرة. شكرا كتير. خليهم إلك، شرب فيهم بيرة لحالك. شكرا. طيب شف لي بالله ما تركت شيء قبل ما تروح؟ للأسف مو تركت شيء. أكيد ما في ولا ملاحظة؟ ليش عم تسألي؟ لأنه أنا رقاصة وعم دور على شغل هون. معلم قال رقاصة وعم تدور على شغل. مرحبا. أهلين. تفضلي لحبيب، خلينا نحضر لنشوف كيف بقدر ساعدك. يلا تفضلي.